تبادل الجميع تحيات المساء استعدادا للنوم. وحل الظلام في أرجاء الغابة. هذا الخنفس الصغير الذي استيقظ لتوه يبدو منهمكا في البحث عن شيء يأكله. لقد حلفه الحظ اليوم، فلقد عثر على حلزون كبير وشهي. لكنه يبدو عاجزا عن إيجاد الجزء الطري من ذلك الحلزون. والحلزون من جانبه يسعى بجد إلى إخفاء رأسه عن عيون الخنفس المهاجم. لكن عظمة الفك الصلبة هذه تمنع الحلزون المسكين من استكمال خطته. إنه يبدو شهيا حقا. من الأفضل، يقول، أن أنقل هذا الشيء إلى غرفة الطعام، فهناك سأكون أكثر راحة والظلام أكثر شدة. الخنفس حارس الليل في الغابة، هو نموذج دقيق للحشرات التي تنشط في الليل. إن الحشرات من أمثال الخنافس تبقي الغابة متيقظة على مدار 24 ساعة في اليوم. تأكل الحشرات كثيراً. إنها تأكل كل ما تقع عليها يدها، بما في ذلك الحشرات الميتة والديدان. لكن هذا المخلوق يبدو محظوظاً اليوم، حيث عثر على حلزون لوجبته. ومع ذلك، فإن عليه أن يدفع ثمناً لقاء هذه الوجبة. فالحلزون شهي جداً، لكنه ليس وجبة سهلة، وهذا من جهته يحاول جاهداً الفرار من المصير المنتظر، لكن يبدو أن جهوده ذهبت سدى. للتمكن من أكل الحلزون، على الخنفس البدء بمهاجمة رأس الحلزون حال ظهوره. إذا لم يفعل ذلك، وإذا عاد الحلزون لإخفاء رأسه، تكون اللعبة قد انتهت. الخنافس الخبيرة فقط تدرك ذلك. وهي لا تبدأ بمهاجمة الحلزون إلا عندما يخرج رأسه لمسافة كافية، وعندما تلوح مثل هذه الفرصة فإنها لا تضيعها أبداً. وهنا ينطبق المثل القائل: خير لك أن تصل متأخراً على ألا تصل نهائياً. لكن هذه المخلوقات هي الأخرى ترتكب أخطاءً. في بعض الأحيان تموت خنقاً تحت ضغط رأس الحلزون الكبير. لكن هذا لا يعني بأن الخنافس غبية أو أنها تفقد تفكيرها أمام إغراء الطعام. لكن هذا الحكم يلائم الخنافس عندما يكون الأمر متعلقاً بحياتها الجنسية. فبالنسبة لهذه الخنفساء الأنثى لا يبدو أي شيء مهم أمام إغراء الطعام، حتى لو كان الأمر متعلقا بهذا الخنفس الوسيم. لكن الخنفس لا يريد أن يستسلم. إن الخنافس بكونها حشرات ليلية لا تعتبر الليل وقتا خاصا بالهدوء والسكينة. هذان الخنفسان يشكلان حتى الآن فريقا متجانسا. لكن عندما يصلان إلى آخر جزء من الوليمة تختلف الأمور. هل من حل مناسب؟ نعم، معركة قاسية. إن هذه المعركة التي تدور في عمق الليل هي معركة من أجل البقاء.
ومع ذلك وكما هي العادة دائما فإن الطرفين الرابح والخاسر سوف ينهيان المعركة عند شروق الشمس ويتوقفان عن الصراع. الآن حل على الغابة يوم آخر جميل، وأيقظت أشعة الشمس هذه النحلات الجميلات، ويستطيع النحل أن يقدر الزمن الصحيح لتفتح الأزهار بالكامل اعتماداً على شدة ضوء النهار. والنحل يدرك تماماً متى تكون كل زهرة كاملة النضوج. إن لدى النحل جهازاً خاصاً شبيهاً بساعة اليد يعمل طيلة النهار. عندما تخرج جموع العاملات من النحل لجمع العسل، تبقى بقية أفراد النحل داخل الخلايا للانهماك في أعمال أخرى أكثر صعوبة. تضم الخلية ما بين 20,000 إلى 30,000 نحلة. وهكذا فإنها ليست مهمة سهلة أن تحافظ الخلية على مستوى النظافة بداخلها. على الجميع أن يعملوا طيلة النهار. هذا العنصر على سبيل المثال مسؤول عن نظافة المكان. إنه يقوم بتنظيف المكان حرصاً على خلق أجواء مناسبة للبيض الجديد الذي ستضعه الملكة. وفي النهاية تبدو أكثر مهمة ممتعة للجميع وهي جمع وتخزين العسل. هذه المهمة هي مهمة رئيس الطهاة، وهذه المجموعة تستخدم ألسنتها وأجنحتها لإزالة الماء من العسل الناتج. كل واحدة من النحلات لها خلية خاصة بها عندما تكون صغيرة، سواء أكانت بيضة أم يرقة. وتتولى النحلات العاملة مهمة الحفاظ على رطوبة الجو داخل هذه الخلايا بواسطة العسل، فهذا يحافظ على حماية البيوض واليرقات وبقائها حية. لقد حان وقت عودة العاملات مع العسل. لقد ولدت للتو نحلة عاملة جديدة وهي تحاول الخروج من خليتها. فمنذ أن كانت بيضة لم تغادر خليتها أبداً. لقد أمضت هذه النحلة 12 يوماً في المرحلة الانتقالية، وها هي الآن تنطلق إلى العالم الخارجي. بينما تحتفل النحلات الأخريات بطريقتها مرحبة بقدوم الطفل الجديد. وهنا يقومون بعمل حمام خاص للطفل الجديد باستخدام أرجلهم وأجنحتهم استعدادا لقبوله عضوا جديدا وسط مجتمع النحلات العاملات. يستطيع القادم الجديد أن يتمتع بغذاء النحل الملكي في الأيام الثلاثة الأولى من عمره فقط، وبعد ذلك يصبح عليه أن يعمل طيلة عمره. الحشرات التي لا بيوت لها تتعرض بسهولة لندى ورطوبة الليل، لذا فإن أول ما تقوم به في الصباح هو محاولة تجفيف أجسامها. حشرة الذبابة اللولبية تمضي فترة بين 2 إلى 3% في طور الانتقال، وهي تبدو منهمكة في تجفيف نفسها.
وحالما تتم عملية التخلص من الرطوبة تصبح الحشرة قادرة على ممارسة حياتها الجنسية. وهذا يبدو منطقيا، خاصة إذا علمنا أن أقصى فترة للحشرة لتعيش كحشرة يافعة هي 20 يوما على أكثر تقدير. حشرة ذبابة الحجارة مثل الذبابة اللولبية لا تعيش كحشرة يافعة إلا على اليابسة. الذبابة اللولبية تقوم بتجفيف نفسها بواسطة الشعر على أجنحتها، وتبدأ العمل عادة من الساعة 9 صباحا. أما ذبابة الحجارة والتي يبدو شعرها أقل غزارة فهي لا تبدأ العمل قبل الساعة 10 صباحا. واليرقات تبدأ يومها أيضا بتجفيف أجسامها. إن لديها نتوءات عند كل مفصل في جسمها، وإذا ما ظلت هذه النتوءات رطبة فإنها تختنق. ورغم ذلك فإن اليرقات حالما تتخلص من الماء لا تفعل شيئا سوى تناول الطعام. كل نوع من أنواع اليرقات له طباع خاصة به لتناول وجباته. بعض اليرقات تتغذى على الأطراف النهائية لورق النباتات، وبعضها يقتات على الأوراق المتدلية من الأعلى للأسفل، وبعضها مثل الدودة الكيسية هذه يعيش على الجزء الأوسط من الأوراق، وبعضها يأكل الأوراق كاملة ويجهز عليها بشراسة. وبغض النظر عن هذه الاختلافات فإن التغذية هي الأساس لنمو هذه اليرقات وحفظ نوعها. في الصباح تكون الفراشات هي الأخرى منهمكة في الإعداد لبرنامج عملها اليومي. وهي تقوم بالتحليق من أعلى الجبال إلى الأسفل مرة في اليوم. إنها تجمع العسل من سفوح الجبال أولاً، ثم ترتفع بحثاً عن الأزهار المتفتحة في الأعالي. ويبدو أن الفراشات تدرك أن أزهار سفوح الجبال تتفتح أولاً بسبب الارتفاع في درجة الحرارة هناك. وهكذا فإن الفراشات تستطيع جمع العسل من الأزهار المكتملة التفتح فقط. والعثور على ماء للشرب هذه الأيام ليس مهمة سهلة. إنها تطير من الأسفل إلى أعلى الجبال بحثا عن العسل من الأزهار المتفتحة، وعندما تصل إلى القمة فإنها تجد وجبة غذاء جيدة بانتظارها. إنها تصل قمة الجبل عادة بين الساعة 11 صباحا والثالثة بعد الظهر. إذا كنت عند قمة جبل ووجدت الفراشات تطير هناك فهذا يعني أن الوقت هو موعد تناول وجبة الغداء. لا تبكر أبدا في موعد وصولها ولا تتأخر، إنها تعمل وفق ساعة زمنية خاصة بها. حشرة البق هذه تدعى البقة النتنة لأنها تبعث روائح كريهة عندما يهاجمها أي شيء. وهذه الحشرة معروفة بأنها تأكل كثيرا، ولحسن حظها فقد حصلت اليوم على وجبة مفضلة لها. إنها يرقة لحشرة الليدي باك. تحاول اليرقة جاهدة الفرار من مصيرها المحتوم،
ولكن البقة النتنة لن تسمح لها بالفرار أبدا. ليس من السهل دائما للحشرات آكلة اللحوم أن تعثر على وجبة كهذه. لكن هذه الحشرة كانت محظوظة جدا حين عثرت على العديد منها. إنها تهيئ نفسها أولا للقيام بعملية الصيد. سوف تتقدم، تتساءل وتسأل الضحية إذا كانت تعرفها جيدا. لقد كانت هذه غلطة. تنادي على الضحية، تأمرها بأن تقف وأن لا تتحرك أبدا. وما زالت المحاولة جارية لالتهام الضحية. بشكل عام، الحشرات الأكثر شراهة تكون عرضة للفشل في عمليات الصيد. هذا الجندب الأمريكي منشغل بشيء ما، لكنه لا يدرك بأن السرعوف يقوم بملاحقته. المحاولة الأولى باءت بالفشل. في هذه المرة تنبه الجندب وها هو أكثر حذراً الآن. لحظة من الصمت المريب، إنها لحظة فاصلة بين الموت والحياة. وتفشل المحاولة الثانية كذلك. يبدو أن شيئا لم يتبقى لهذا السرعوف المسكين. ها هي الفرصة تلوح من جديد لتنظيم احتفال آخر. إنها البقة النتنة هذه المرة. لكن هذا السرعوف نسي شيئا هاما فيما يتعلق بالفريسة الصغيرة. إن البقة الصغيرة لاذعة. لكن السماء تساعد من يساعدون أنفسهم، وها هو يتمكن من تأمين شيء لوجبة العشاء. إنه يمد يديه محاولا النجاح هذه المرة، وفي النهاية نجح في ذلك. وبعد كافة المصاعب السابقة، آن الأوان للاستمتاع بوجبة من الطعام. وها هو يمسك بالفريسة. لا أحد يشك في أنه جدير بذلك. بالنسبة للحشرة آكلة اللحوم، فإن بقاءها يعني قيامها بقتل غيرها. هذا البرغوث الصغير يحاول جاهداً اقتناص فرصة لمهاجمة يرقة البقة. اليرقة من جهتها لا تدرك ولا تميز مهاجمها. وعند هذه اللحظة تقترب يرقة أخرى من نفس الفصيل. لإنقاذ اليرقة؟ بالطبع لا، إنها ليست سوى قاتل آخر. لقد ذهب البرغوث، لكن مهاجمة الصديق ستكون أكثر قسوة. لقد عاد البرغوث ثانية، ويبدو عليه الغضب من ذلك الصديق القاسي القلب. لا يبدو مهما من سيكسب هذه المعركة.
إنهم يعملون وفقاً لقوانين الطبيعة، لكن هذه القوانين لا تنجح دائماً في إنصاف بعض الحشرات، فالحشرات آكلة النبات لا تقوم بقتل الكائنات الأخرى لضمان بقائها. كل ما تحتاجه للعيش هو بعض الأزهار والأوراق، وليس كائنات حية أخرى تقوم بقتلها لتعيش هي. وعندما تحصل على حاجتها من الطعام، فإنها تملأ الفراغ بعمل أشياء كثيرة. أما الحشرات الآكلة للكائنات الحية، فإنها تمضي معظم وقتها في التحضير لعمليات الصيد. اليعسوب مثلاً يمضي وقتاً في تنظيف أعضائه التناسلية كلما وجد وقتاً لذلك. أما حشرات المستنقعات فهي تعمل على طلاء أرجلها بالزيت حتى تنزلق فوق الماء بسهولة. هذا شعور جميل. تسأل الأنثى الذكر إلى ماذا تنظر؟ لما لا تدخل؟ أشعة الشمس تكون أحياناً ضارة للحشرات التي لا تستطيع تنظيم حرارة جسمها. لقد ذهب الجميع في قيلولة لتخفيف حرارة أجسامهم، وكما لو أن أحداً أمرهم بذلك، فإن كل منهم يخلد للراحة، وبدون استخدام الساعة يعلمون متى يحين وقت تناول الطعام ووقت النوم ووقت الاستيقاظ. إنه وقت الاستيقاظ والعودة ثانية للعمل. كل واحد يعرف تماماً ماذا عليه عمله في فترة بعد الظهر. لقد عاد الجميع للنشاط. كلهم يبدون أكثر حيوية بعد القيلولة. هذا الدبور غزير الشعر ماض في طريقه، لكنه هذه المرة لا يبحث عن صيد لنفسه. إنه يسعى لتأمين وجبة لأطفاله في البيت، وهذه المجموعة من النحل المقيم لا تبدو مدركة لما يحصل. وعندما يقرر الدبور اختيار فريسته، يبدأ المحاولة الأولى. إنه يبدو وكأنه لم يستيقظ تماماً من قيلولته، لكنه لا يستطيع أن يظل نائماً إلى الأبد. وما زال العمل جارياً على اقتناص الفريسة. وها هو ينقل فريسته إلى شجرة بالقرب من الخلية، ويقوم بصنع فطيرة لأطفاله المنتظرين في المنزل. إن الدبور غزير الشعر عنيد جداً، وهو يستمر في غزواته حتى يوفر الطعام الكافي لأطفاله. إن مقاومة النحل المستقر في المكان مقاومة ناجحة حتى هذه اللحظة. وبعد دقائق قليلة تنتهي المعركة، وينتصر الغازي القوي تاركاً تلك النحلات دون أي فرص للنجاة. من قال بأن الدبوس أقوى من السيف؟
ومع ذلك فإن النحل الغريب يبدو مختلفا قليلا عن النحل المستوطن في المكان. عندما يبدأون بالقتال فإنهم لا يتوقفون أبدا. وعلى العكس من ذلك فإن النحل المستوطن يعرف تماما هوية العدو أمامه. وإذا ما وجدوا أنفسهم أمام الدبور ذي المعطف الأصفر فإنهم ينطلقون هاربين، وهم يدركون أن بإمكانهم بناء خلايا جديدة لأنفسهم، لكن لا يستطيعون استعادة حياتهم من جديد إذا هزموا. لقد وجدوا بأن هذا الأسلوب مناسب لحياتهم، ولقد أدركوا تماما بأن ذلك يحميهم من غزو الأعداء لهم. يمكن ملاحظة عش الدبابير الكبيرة مخبأ في أعماق الغابة أو تحت الصخور، وهناك يوجد حراس دائمون يراقبون المكان باستمرار. واجبهم الأساسي هو مراقبة أي دخيل قد يقترب من بيوتهم. وبينما يبدو الآخرون منشغلين بعمليات الصيد الخارجي، فإن النحلات العاملات تقوم بمهام عديدة. مهمتها اليوم هي إعادة تنظيم المنزل استعدادا لاستقبال المواليد الجدد، وتبدأ بإعداد غرف جديدة مجهزة بعجينة خاصة تستخلصها من الأشجار، ثم تقوم بتجفيفها بواسطة أجنحتها. بعدها تقوم بتوسيع مداخل المنزل لتسهيل مرور أفراد العائلة، وفجأة يدب الذعر في الأرجاء ويواجه الجميع الخطر الداهم بشجاعة وعنف، وتخرج جميع النحلات للدفاع عن مكانها.